واحنا بقى موجودين في اسكندرية وفي البحر، فتعالوا نشوف تقرير حلو من العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة. هو الصراحة الميكس اللي معمول في العالمين دلوقتي جامد قوي، يعني حوار الحفلات على الشط على البيتشات على الدنيا لذيذة قوي، احلى من الاول بكتير. الاول كنت عشان تروح حفله لازم تروح مكان، ودلوقتي لا، كل حاجه قريبه من بعض وكل حاجه لذيذه. الاجواء جميله جدا، وانا كنت في حفله تامر عاشور امبارح والواحد كان مبسوط قوي قوي قوي، لان المدينه ديت بتتطور في شكل فظيع وفي وقت قياسي بصراحه. يعني الجو جميل جدا ما شاء الله، المكان حلو رايق كمان متكلف، يعني فعلا اللي يجي هنا يستمتع بمعنى الكلمة. بأمانة من أحسن البيتشات الموجودة في الساحل كنظافة، والناس نفسها هنا ناس محترمة جدا، والسيرفيس وكل حاجة هنا بجد تحفة جدا. أول مرة أجي العالمين، يعني بالنسبة لي أنا انبهرت أصلا، لأن هي فعلا شكلها خطير ما شاء الله، يعني يعتبر حاجة فظيعة في مصر. وشفت كمان فيديوهات كتير على تيك توك من الخلايجة، كمية ناس جت السنة دي بالذات، على فكرة هم شجعوني بجد والله من كتر الفيديوهات، وعاملين فيديوهات خطيرة خطيرة هنا في العالمين. فالصراحة اتبسطت جدا 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 ان احنا وصلنا للمرحلة دي، وان الناس بتيجي من بره بتصور عندنا، وان هم مبسوطين ان ده عندنا. بالنسبة للمهرجان، بالنسبة ان هو كمان قريب، فدي هتبقى حاجة حلوة للناس كلها. طبعا حضرت حفلة الكينج منير وكانت ممتعة جدا، وهو كان كمان جميل جدا جدا يعني، وكان رايق، ودي كانت حاجه بسطتني جدا بصراحه. وفكرة كمان المهرجان قريب من البحر، دي فكره كويسه جدا، نخلص البحر نروح المهرجان، كل حاجه كلوز كده، فدي حاجه كويسه جدا. مهرجان العالمين ده فكرنا بالايام الجميله دي اللي كنا بنحضر. بقول اللي ما جاش العالمين لازم تيجي، لان فايتك كتير قوي، والصراحه الجو فوق الخيال وما يتوصفش، والعالم بقى عالمين بجد. الف شكر لمجهوداتكم، لان بصراحه احنا اتبسطنا، واحنا فعلا لسه بنتبسط. واقول للناس اللي ما جاتش العالمين لازم تخوضوا التجربه ديت وتيجوا، لان بجد انتوا فايتكم كتير جدا. اللي ما جاش لازم يجي ويجرب، عشان واثقه ان هما مش هتبقى اخر تجربه، واللي عمل الحاجات دي كلها عايزين حاجات كتير بقى من دي. انا اتمنى ان الناس تيجي وتشوفها وينبسطوا منها زي ما احنا انبسطنا.